عدت سليمة ولا تزال هنا هلالية الردوي وقوم فريق السابق يسجل الفريق السابق بيدي لا بيدي عمرو سجلها إذن بهدف لمصلحة الهلال. واحد واحد وهنا سلاتكو داليتش وماذا هنا عويضة العامري سلامات يا عويضة اللي اصطدم في القائم نشاهد شك الشباك ولا لسه يتأكد يتابع خليل جلال مع أنها مهمة المساعد ولكن هو الآن يتابع أكيد بنفسه راح يتابع الكرة شوف العرضية من معدت وهنا انتابع من كان وراء الهدف أنا قلت لمبارك شوف لمبارك عاد وبالصدر سجلها لمصلحة الفيصلي.